تعززت مدينة برشيد بافتتاح قاعة لألعاب البلياردو والسنوكر، أطلق عليها كلوب ليالي آيس. وتتواجد قاعة كلوب ليالي آيس بالطابق تحت الأرضي لمقهى ليالي آيس الكائنة بحي ليالي بمدينة برشيد. وتتميز قاعة الألعاب كلوب ليالي آيس ذات المواصفات والجودة العالية بتصميم هندسي حديث وبديكور متناسق، مما يوفر لمحبي ألعاب البلياردو والسنوكر وغيرها متعة أكثر أثناء اللعب. بالنسبة للناس اللي كتلعب بلياردو عندنا مكونات جيتر رافعة وعالية. بالنسبة للكافي ليالي آيس دارت واحد الكلوب جديد هنايا في ليالي، وكنتمنى من الزبناء اليوم كان عندنا افتتاح، كنتمنى من الزبناء يجيو يساندوا هاد الكلوب هادو ويجيو يلعبوا. كنشكر كاع الناس اللي وقفوا معنا، وكنشكر الباترون السي رشيد اللي وقف على هاد المجهود كامل، وكنتمنى يكون الخير ان شاء الله من القدام. العشاق ديال اللي طاب عندنا سنوكر ناف ستار، وعندنا سنوكر تو ستار ديس. بالنسبه اللي كيلعبوا في الناف راه عارفين المكونات ديالو، بالنسبه اللي كيلعبوا في الديس هو عارفين المكونات ديالو، هما بنفس النيفو. مهم عندنا طابيات شد عاليه، عندنا اللي طابل ديال الويتش سيبريم بالنسبه للدراري كيلعبوا سيبريم، وبالنسبه للدراري كيلعبوا سامبل. ومرحبا بجميع الزبناء. وتوفر قاعة كلوب ليالي آيس الراحة لمرتديها، وذلك بتوفرها على صالونات مريحة وإضاءة متنوعة وكذا إكسسوارات رائعة.